بسم الله الرحمن الرحيم. إن شاء الله هنبدأ مع بعض في جزء جديد خالص اللي هو عبارة عن الانترنال اناتومي اوف انسكتس. احنا خدنا الاكسترنال اناتومي في الحشرات في المحاضرات الماضية، اتكلمنا عن جدار الجسم وشفنا النموات والزوايد بتاعته، وبعد كده اتكلمنا عن اول منطقة من مناطق الجسم وهي منطقة الرأس اللي هو الهيد كابسول، وشفنا الصفائح والدروز التي تتكون منها علبة أو منطقة الرأس أو علبة الرأس، وشفنا الزوايد بتاعتها بالنسبة لزوايد الرأس. كمان بعد كده اتكلمنا عن منطقة الصدر، وشفنا الصفائح والدروز المختلفة التي تتكون منها حلقات الصدر من ترجات واسترنات والبلورة. كمان أخذنا كمان الزوايد الموجودة على الصدر اللي هو بالنسبة للأرجل، اللي هي عبارة عن أنواع الأرجل المختلفة، والتركيب الرجل عبارة عن إيه بالنسبة للزوايد كمان هنا بالنسبة للأجنحة. ولكن يا جماعة بالنسبة للأجنحة الزوايد دي تعتبر زوايد غير مفصلية، لأن عبارة عن امتدادات من ترجات الإيه الحلقات الصدرية، وهذه الامتدادات لها القدرة على الانسناء وعشان تساعد في عملية الطيران، ولكن ما هيش زايدة مفصلية. كمان بالنسبة للشفة العليا في الرأس، أخذنا الشفة العليا في الرأس دي بتكمل من بتساعد في أجزاء الفم في أداء وظائفها، ولكن هي لها القدرة على الانسناء مع صفيحة الدرقة عند الدرز الدرقي الشفوي، وما تعتبرش زايدة مفصلية. أمال الزايدة المفصلية عبارة عن إيه؟ هي الزايدة التي تتمفصل تمفصل حقيقي مع جسم الحشرة، والزايدة المفصلية عبارة زي ما أخدته قبل كده عبارة عن كوكسايت واللي هو أو الجزء الذي يتمفصل مع الجسم، ثم التلوبيدايت اللي هو عبارة عن الامتداد زايدة امتداد من الكوكسايد بيسموه التولوبيدايت. التولوبيدايت بيحمل اكزايتس اللي هي الزوايد اللي خارج جسم الحشره اللي في اتجاه مش في اتجاه الحشره بنسميها الاكزايت، بينما لو كانت الى الداخل اللي هو في اتجاه الحشره بنسميها الاندايتس، ودي بتعتبر التركيب الجزء او الايه التركيب الايه بتاع الزايده المفصليه. احنا خدنا كمان في المحاضره اللي فاتت في السمك الفضي اخدنا الزايده المفصليه المختزله، فاكرينها ساعة ما قلنا الكوكسايت والستايل والايه والفيزلز اللي تكون منها الجنوبودايت او النتوءات التناسلية. بينما ان شاء الله نبدأ مع بعض في الانترنال اناتومي، هنبدأ في التشريح الداخلي داخل جسم الحشرة، ونبدأ بالجهاز الهضمي. الجهاز الهضمي عبارة عن ايه يا جماعة؟ عبارة عن القناة الهضمية والملحقات بتاعتها. الملحقات بتاعتها دي بتتمثل في ايه؟ بتتمثل في الاكياس العورية، بي عندنا انابيب ملبيجي، بي عندنا الغدد اللعابية، وعندنا غدد اخرى نتكلم عنها بعد كده قدام ان شاء الله. طيب بالنسبة للقناة الهضمية، القناة الهضمية ابص الاقي هي عبارة عن انبعاج داخلي من جدار الجسم من الناحية الامامية، فبتديني القناة الهضمية الامامية، او عند فتحة الفم، او من الخلف عند فتحة الشرج فبتدينا القناة الهضمية الخلفية. طيب في قناة هضمية وسطى؟ ولكن دي بيكون منشأ بتاعها ما هياش انبعاج من جدار الجسم، بيكون منشأ اكتوديرمي او اندوديرمي او ميزوديرمي. يعني معنى كده ان القناة الهضمية الامامية والخلفية تركيبها مشابه لجدار الجسم لانها عبارة عن امتداد منه، ولكن طبعا هتبقى مبطنة من الداخل بكوتيكل، ولكن هنا الكوتيكل بنسميه الانتيمة ما هواش واخد من شكل الغلاظ. فالقناة الهضمية عبارة عن قناة بتمتد من فتحة الفم إلى فتحة الشرج عند الحالة رقم 10 بالشكل اللي قدام دوت. القناة الهضمية والله إما إنها بتكون بتختلف على حسب نوع الغذاء وعلى حسب طول الحشرة. فبص الاقي لو حشرة بتغذى على غذاء صلب فبتكون القناة الهضمية قصيرة بهذا الشكل، زي ده عبارة عن قناة هضمية في حشرة السبيدوبتر التولاريس أو دودة ورا القطن. إذا كانت بتغذى على غذاء سائل والله فبتكون طويلة، ولكن بيشذ عن كده يرقات أرشعية الأجنحة، رغم إنها بتتغذى على غذاء سائل إلا إن القناة الهضمية بتاعتها بتكون قصيرة. هنتكلم بعد كده عن القناة الهضمية. بتتركب من ثلاث أجزاء زي ما قلنا دلوقتي. قناة هضمية أمامية اللي هي بنسميها الاستوموديوم أو الفورجات، ودي المنشأ بتاعها زي ما قلت اكتوديرمي لأنها انبعاج من جدار الجسم من الأمام
من عند فتحة الفم إلى الداخل، فبالتالي بتبقى مبطنة بالكوتيكل اللي أنا بنسميه انتيما. في الوسط في عندك القناة هنا اللي عبارة عن القناة الهضمية الأمامية، ده عبارة عن أول جزء في القناة الهضمية الأمامية اللي هو الفيرنكس، هنتكلم عنه بالتفصيل دلوقتي. بعد كده عندنا الإيزوفاجس أو المريء، بعد المريء في عند الحويصلة، بعد الحويصلة في عندي القوناصة بنسميها الجيزارد أو البرو فينتركيولاس، بعد كده عندنا اللي هي القناة الهضمية الوسطى بدايتها بنسميها الأكياس الأعورية، بعد القناة الهضمية الوسطى في عندي القناة الهضمية الخلفية. بقى طيب بعد كده القناة الهضمية الوسطى اللي هي الميد جاتا والاستموديوم اللي هي قدامي ديت، قلنا دي عبارة عن الأكياس الأعورية ودي بداية القناة الهضمية الوسطى، وبعد كده عندي القناة الهضمية الوسطى بالشكل اللي قدامي كده، بعد كده عندنا القناة الهضمية الخلفية اللي هي بنسميها الهايند جات أو البروكتوديوم. القناة الهضمية الخلفية زي ما واضح قدامي اهيت، ببص الاقي دي عندنا بتنتهي بفتحة الشرج هنا اللي هي القنص اللي قدامي، وده عبارة عن المستقيم. ما بين القناة الهضمية الأمامية والوسطى يوجد صمام يسمى الصمام المعدي اللي هو الاستيمودال فالف، أو بيسموه الكارديال فالف أو الصمام الفؤادي. بعد كده عندنا الصمام البوابي اللي هو البيلوريك فالف ما بين القناة الهضمية الوسطى والقناة الهضمية الخلفية. يبقى عندي فينا صمامين ما بين القناة الهضمية الأمامية والوسطى بسميه الصمام المعدي أو الفؤادي الاستيمودال أو الكارديال فالف، وبعدين ما بين الوسطى والخلفية في عندنا البيلوريك فالف أو الصمام البوابي. ده بالنسبة للتركيب العام للقناة. طبعا ده عبارة عن الغدد اللعابية اللي بتفتح في التجويف دهوت، وده بنسميه التجويف اللعابي، حيث ان هنا القناة الهضمية الأمامية يا جماعة انا قلت لكم بتبدأ بالبلعوم، فالبلعوم أول فتحة في البلعوم بسماها فتحة الفم الحقيقية. إيه الموضوع ده؟ ده عبارة عن مقطع طولي في الحشرة، طبعا ده عبارة عن منطقة الرأس. فبص الاقي هنا في عندنا الشفة العليا والشفة السفلى، يبقى عندنا في تجويف هيتكون ما بين الشفة العليا كسقف لفوق التجويف، والأرضية بتاع التجويف عبارة عن الشفة السفلى. على الجانبين بقى لهذا على اللي هو على جانبي هذا الشفة العليا والشفة السفلى في عندنا من الناحية اليمين في فك علوي سفلي، ومن الجهة المقابلة لا في فك علوي سفلي، فتكون تجويف. هذا التجويف بسميه تجويف ما قبل الفم. تجويف ما قبل الفم دوت في الحشرات القارضة بيوجد الجزء اللي هو الأبيض اللي قدامي ده عبارة عن اللسان أو الهايبوفارنكس. اللسان ده عمل ايه يا جماعة؟ عمل ان هو قسم لي هذا التجويف الى جزئين، الجزء العلوي ده هو اللي هو السيبريوم اللي هو التجويف الغذائي، قاع هذا التجويف موجود فتحة الفم الحقيقية التي تبدأ بالبلعوم ثم المريء ثم الحويصلة ثم القوناصة، بينما هنا اسفل اللسان موجود عند تجويف لعابي. هذا التجويف اللعابي موجود في نهايته او اسفل ما عندنا الفتحة بتاعت الغدد اللعابية اللي هنتكلم عنها مع بعض في الملحقات القناة الهضمية إن شاء الله. بعد كده وقت عندي بالنسبة لي القناة الهضمية الأمامية يبقى عندنا الفيرنكس أو البلعوم، وبعد كده عندي المريء ثم الحويصلة ثم القوناصة، بعد كده بندخل على ما بين القوناصة وما بين القناة الهضمية الوسطى موجود عندي الصمام الفؤادي اللي هو الكارديال فالف او الصمام المعدي الاستوميديال فالف. بعد كده عندي القناه الهضميه الوسطى وده عباره عن جاستريك سيكا او الاكياس الاعوريه، وده طبعا بيزيد من امتصاص السطح بتاع القناه الهضميه الوسطى، هنتكلم عنها في الفسيولوجي، انا ما يهمنيش دلوقتي هذا الموضوع. بعد كده يوجد ما بين في نهايه القناه الهضميه الوسطى عندي انابيب ملبيجي اللي هي اعضاء الاخراج، وبعد كده عندنا الصمام البوابي اللي هو البيلوريك فالف ما بين القناة الهضمية الوسطى والقناة الهضمية الخلفية ثم القناة الهضمية الخلفية التي تنتهي بفتحة الشرج أو القنص. طيب بالنسبة للتجويف ما قبل الفم أنا رسمت لكم الواحدة عشان نفهمه أكتر
في الحشرات القارضة اللي هو اللسان دوت بيكون موجود اللسان وبيقسمه لجزئين اللي هو التجويف الغذائي السبريوم والتجويف اللعابي اللي هو الايه السليفريوم، وده اللسان مديله لون اصفر اهوت، فهنا التجويف اللي فوق ده بسميه السبريوم، والتجويف السفلي ده بسميه السليفريوم، وده الشفة العليا وده الشفة السفلى، وهنا فتحة الفم الحقيقية اللي هي بداية البلعوم اللي احنا شفناه فوق قدامي في الرسم السابق ده. يبقى معنى كده ان فتحة الفم الحقيقية ما هيش الفتحة ديت، لا بيسموه البري اورال كافيتي او تجويف ما قبل الفم. القاع بتاعة السيبرم او التجويف الغذائي ده عبارة عن الايه فتحة الفم الحقيقية. هنبدأ اولا بالقناة الهضمية الامامية. احنا قلنا القناة الهضمية الامامية المنشأ بتاعها اكتوديرمي، يعني انبعاج من مقدمة جسم الحشرة، انبعاج من جدار الجسم، يعني معنى كده هتكون مبطنة بالانتيما اللي هي الايه طبقة الكوتيكلا الرقيق. لو شفت انا مقطع عرضي فيها، في عندنا ده بص الاقي طبعا من الداخل الانتيما ثم البشرة ثم الغشاء القاعدي ثم طبقة العضلات الطولية ودائرية ثم الغشاء البروتوني. انا اجيب لكم انا مقطع عرضي فعلا في حشرة بلاتي نوتس بي، وده حشرة من كوليوبترا. ده البحث ده كان معمول في موجود في المرجع في المراجع المختارة، كان مع مقطع في المريء، وده بيوضح لي طبعا هنا طبقة العضلات الطولية circular muscles ثم طبقة العضلات الدائرية circular muscles ثم الطولية longitudinal. بعد كده دي عندنا اللي هي خلايا البشرة اللي هي الابيسيليوم، وده عبارة عن الانبعاج بتاع خلايا الابيسيليوم دهوت، وطبعا هنا هتبقى البسيليوم ده موجود متغطي او مغلف او محفوظ بالانتيما اللي هي الكوتيكل اللي انا قلت لك عليها من شويه دلوقتي، على اساس انها انبعاج داخلي من جدار الجسم. يبقى طبعا كل الكلام ده كله لازم يكون محاط بغشاء بروتوني او البروتون الممبرين. يبقى من الخارج للداخل، من الخارج البروتون الممبرين، ثم بعد كده طبقه العضلات الدائريه ثم طبقة العضلات الطولية ثم الغشاء القاعدي اللي بيرتكز عليه خلايا البشرة بتاعة الجدار بتاع القناة الهضمية الأمامية. القناة الهضمية الأمامية بتتكون من إيه يا جماعة؟ بتتكون من البلعوم زي ما شفنا في الرسم اللي فات. البلعوم ده هو ببص ألاقي بيبقى قصير وما بقدرش اميزه، لما وانا جاي اشرح الحشره ما بقدرش اعرف مكانه بالتحديد غير من كتله العضلات اللي هي لونها احمر دهيت، دي اللي بتعرفني ان ديت او دي منطقه الايه البلعوم. وطبعا العضلات هنا على اساس انها بتعمل ضخ والشفط للغذاء الى داخل القناه الهضميه من فتحه الايه الفم او من تجويف السيبيريوم او التجويف الغذائي. بعد كده وقت عندنا كمان الجزء الثاني وهو المريء، وده عبارة عن أنبوبة بالشكل متسع بالشكل ده وفيها ثنايات بهذا الشكل. هذه الثنايات بتساعد المريء لما بيمتلئ بالغذاء فبيساعده على التمدد نتيجة عدم تلوه بالغذاء. الجزء اللي بعد كده وهو الحويصلة، والحويصلة ده هي أبص ألاقي إن بيحدث اتساع في المريء ويكون ما يسمى بالحويصلة، وهذا الجزء بيكون الجزء الأكثر اتساعا في القناة الهضمية، عشان كده بتلاقي الجدر بتاعتها بتكون رقيقة. الحويصلة ديت بتحدث فيها تحورات مختلفة على حسب، يعني بتعتبر كصفة تقسيمية. والله إذا كانت الاتساع بتاع اللي حصل في المريء وادانا حويصلة، هذا الاتساع إذا كان متماثل فبتكون موجودة في الصرصور الأمريكي. طب والله إذا كان غير متماثل، بمعنى إن مش الاتساع من جانب من ناحية واحدة زي ما هو موجود هنا اتساع من ناحية واحدة زي ما هو موجود في كلب البحر أو الحفار، أو إن هذا الاتساع بيمتد بطريقة لدرجة إنه كأنه منفصل بهذا الشكل، ده عبارة عن الحويصلة وبتتصل بالمريء اللي هو الأوزوفاجس، وزي ده زي ما هو موجود في حشرة الدروسوفرا. يبقى اتساع كبير متصل بالمريء بواسطة أنبوبة رقيقة بهذا الشكل. او ان هي بص نلاقي في عندنا في نحل العسل، في شغالة نحل العسل بيبقى اتساع كبير لتصنيع العسل اللي هو الجزء الشفاف ده هو، ده عبارة عن الحويصلة
وهي مليانة بالعسل، فدي الفنتريكيولوس اللي هي القناة العظمية الوسطى، وده عبارة عن القوناصة اللي هو البرو فنتريكيولوس أو مسميها الجزر. فدي القوناصة ودي الحويصلة اللي احنا بنتكلم عنها في اتساع كبيرة، هو زي ما هو موجود في شغالة نحل العسل. يبقى إذا في تحورات واضحة جدا، وممكن بستخدمها كصفة تقسيمية لتمييز الصرصور الأمريكي والحفار أو ذبابة الدروسوفلا أو شغالة نحل العسل إحدى الصفات، وليست هي الصفة اللي بقدر أميز بها يا جماعة الوحيدة، ولكن ده بيوريني إن الحويصلة في الحشرات بتختلف باختلاف أنواع الحشرات زي ما واضح قدامي بالشكل ده. كمان بعد كده هنتكلم عن القوناصة اللي هو الجزء الرابع في القناة الهضمية الأمامية. القوناصة هنا طبعا بتختلف أيضا باختلاف الحشرات. والله القوناصة لو كانت الحشرة بتغذى على غذاء صلب، ففي الحالة ده هي بلاقي القوناصة الانتمة بتاعتها بقت مغلظة وصلبة وفيها أسنان وأشواك، إنها بتعمل على طحن وهرس الغذاء الفتات التي تكون شيء فيها شيء من الصلابة. كمان في عندي شعيرات هنا بتعمل عملية ترشيح كامل للغذاء قبل ما يدخل ويروح على القناة الهضمية الخلفية. واضح هنا كمان نبص نلاقي بالنسبة للحشرات اللي هي بتتغذى على غذاء سائل طبعا مش محتاجة الكلام ده، فبص نلاقي إنها عبارة عن صمام بسيط أو بتكون غير موجودة. كمان بالنسبة لشغالة نحل العسل، القوناصة هنا بنسموها سدادة العسل، ولكن هنا بص الاقي ادي عند الحويصلة بتاع شغالة نحل العسل، داخل الحويصلة بص الاقي عندي ادي عندي شفتين او فصين بالشكل ده، لان من الجهة التانية الفصين التانيين، يعني بمعنى ان القوناصة في شغالة نحل العسل عبارة اربع شفاه بهذا الشكل اللي هو الموبل ليب اللي هو شفاه متحركة، ادي اتنين واتنين الجهة التانية. هذه الشفاه المتحركة بتنغمد داخل الحويصلة وفي عليها شعيرات بتعمل عملية سحب لحبوب اللقاح إلى داخل القناة الهضمية الوسطى، وطبعا بتمنع مرور الرحيق من الحويصلة إلى الخلف أو من الحويصلة إلى القناة الهضمية الوسطى، لأن الحويصلة بتعتبر المخزن بتاع تكوين العسل. فهنا الشفاه المتحركة ديت بيكون النهاية بتاعتها قمية، بتحمل أشواك بتعمل على سحب حبوب اللقاح إلى القناة الهضمية الوسطى. بعد كده بعد القوناصة بلاقي في صمام زي ما قلنا قبل كده الصمام الفؤادي زي ما قلنا في أول رسمة شفناها، فهذا الصمام الفؤادي أو الصمام المعدي ده بيكون امتداد من القناة الهضمية الأمامية داخل بداية القناة الهضمية الوسطى، ده عبارة عن الصمام الاوزوفاجيال فالف او الصمام المريئي او بنسميه الصمام الفؤادي او بنسميه الصمام المعدي، ده عبارة عن امتداد بهذا الشكل، ده بيمنع او بيعمل على منع ارتداد الغذاء من الى الامام مرة اخرى، بحيث انه يمنعه من ان هو يرتد او يعكس المسار بتاعه الى مسار عكسي. بعد كده عندنا القناة الهضمية الوسطى اللي هنتكلم عنها دلوقتي. فالقناة الهضمية الوسطى بص الاقي بدايتها كان عبارة عن الجسر الكسيكي أو الأكياس العورية، ودي زي ما قلنا هنتكلم عنها بالتفصيل في الفسيولوجي إن شاء الله، ولكن هذه الأكياس عبارة عن نفس التركيب بتاع القناة الهضمية الوسطى. القناة الهضمية الوسطى احنا قلنا المنشأ بتاعها اندوديرمي أو ميزوديرمي، بمعنى انها غير مبطنه بالكيوتيكل اللي احنا سميناه انتيما. فلو جينا شفنا مقطع عرضي في القناه الهضميه الوسطى هبص الاقي عباره عن من الداخل للخارج، من الداخل في عندي اللي هي خلايا البشره وبعدين غشاء قاعدي ثم الطبقات العضليه اللي هي السيركيولر اللي هي الطبقات العضليه الدائريه ثم اللونجيتودينال مسل او العضلات الطولية. احنا شايفين هنا فتات موجودة في الداخل، ده عبارة عن رسمة كده بتوريك ان ده الغذاء، والغذاء محاط بدايرة اهوت او الدايرة ده هي عبارة عن الغشاء حول الغذاء او البريتروفيك ممبرين، ده موجود في الحشرات اللي بتتغذى على غذاء صلب على اساس ان هي بتمنع التحام كتل الغذاء
مع الخلايا البشرة، لأنها عبارة عن طبقة واحدة من الخلايا، واخدين بالكم، على أساس إنها بتحافظ عليها من التهتك. وطبعا هذه الطبقة لو حصل فيها تهتك بتبقى مشكلة، فبنبص نلاقيها يوجد ما يسمى بالبريتروفيك ممبرين، أو اللي هو البريتروفيك ممبرين دوت، أو الغشاء حول الإيه؟ الغذاء. وده قدام لو تبقى الطبقات نوات عبارة عن طبقة البشرة، طبعا بترتكز على غذاء قاعدي، طبعا في عضلات، طبقة عضلات دائرية اللي هي سيركيولار ماسل، ثم اللينجيتودينال ماسل أو عضلات الطولية، ثم البريتونال ممبرين اللي بيضم الكلام ده كله مع بعضه اللي هو الغشاء أو النسيج الضام اللي هو الغشاء البروتوني. القناة الهضمية الوسطى ببص ألاقي إن عبارة فيها 3 أنواع من الخلايا. الخلايا الكتيرة اللي قدام شكلها عمودي ديت بنسميها الخلايا العمودية أو الكولومنار ماسل سيلز. بعد كده عندنا الجبل السل أو الخلايا الكأسية، ودي بتعتبر مصدر من مظاهر الشيخوخة أو خلايا إخراجية، وده هنتكلم عنها في الفيزيولوجي بالتفصيل إن شاء الله. النوع الثالث من الخلايا يوجد ما يسمى بالخلايا المجددة، عبارة عن خلايا بتنغمد في قواعد الخلايا العمودية اللي هي الصغيرة قدامي لونها غامق ديت اللي هي قدامي دي. هذه الخلايا يعني فائدتها انها بتعوض اي فقد يحدث لخليه من الخلايا دهيت اثناء دوره حياه او الطور بتاع الحشره، فبيحصل عمليه تجديد لها. طبقه البشره زي ما قلنا 3 انواع من الخلايا اللي هي العموديه والكاسيه والمجدده. القناه الهضميه الوسطى يا جماعه ببص الاقيها فيها عده تحورات. والله هذه التحورات اما انها تكون بصفه عامه المعى الوسطى عباره عن انبوبه او كيس، ولكن قد يحدث به تحورات. هذه التحورات اما يكون من ناحيه الشكل، هل انها بتنقسم الى جزئين زي عندنا في سايكلوروهافا، بلاقي الجزء الامامي صغير والخلفي كبير في نفس الوقت الجزئين برضه، ولكن العكس. احنا هنا في سايكلوروهافا كان الجزء الامامي صغير والخلفي كبير، امال العكس ايه؟ بلاقي باقي الفراش هما جزئين، اه صحيح، ولكن العكس، الجزء الامامي هنا صغير، هنا الجزء الامامي كبير عباره عن حويصله كبيره والخلفي بيكون صغير. وقد تنقسم الى 3 اجزاء، 3 اجزاء زي هوموبترا، وايضا 3 اجزاء ايضا زي اللبودوبترا، ولكن هنا في اللبودوبترا بسمي الجزء الاولاني بالبرو انترون، والثاني الميزو انترون، والثالث الميتا انترون الايه في رتبة حرشفية الأجنحة، أو قد تنقسم إلى 4 أجزاء زي رتبة هيتروبترا. يبقى ده من ناحية الايه الشكل. أما من ناحية الوظيفة، طبعا احنا خدنا غرفة الترشيح أو الفلتر شامبر، والفلتر شامبر عبارة عن ايه؟ أبص ألاقي في نهاية القناة الهضمية الخلفية الأمامية بينطبق مقدمة القناة الهضمية الوسطى مع المؤخرة بتاعتها، ويوجد نسيج ضام أو على نسيج عالي الاختيارية من النفاذية، بنسميه هذا التقابل أو المجموعة ده بنسميها الفلتر شامبر أو غرفة الإيه الترشيح. فطبعا احنا دي موجودة في المن مثلا، وموجودة في المن دوت. ببص الاقي طبعا احنا عارفين المن بيتغذى على العصاره النباتيه ودوره حياته قصيره، فمحتاج ان هو يكمل. بالنسبه للاناث محتاج انها تعمل المبايض بتاعتها او تكوين البيض، فبص الاقي بتحتاج انها تسحب كميه كبيره جدا من العصاره النباتيه، فعشان كده مش معقوله كل الغذاء او كل العصاره هتمر من الاماميه الى الوسطى. الوسطى ممكن كده تحصل لها اي تهتك نتيجه ان احنا عارفين انها طبقه واحده من الخلايا، عشان كده بيحصل عمليه نفاذيه او عمليه اختيار. هنا بنبص نلاقي ان في خاصيه اسموزيه هنا من الطرف الامامي للطرف الخلفي، فاذا كان بروتين والله بيعدي على القناه الهضميه الوسطى، كربوهيدرات بيعدي من بدايه الاماميه الى نهايه من بداية الوسطى إلى نهاية الوسطى إلى الخارج عن طريق القناة الهضمية الخلفية. عشان كده نبص نلاقي إن اللي يقول لك إن المن بيفرز ندوة عسلية، طب ليه؟ لأن بتتغذى على كمية كبيرة جدا ومعظمها بيبقى كربوهيدرات، فبيخرج الكمية الكبيرة اللي عبارة عن كربوهيدرات من فتحة الشرج في صورة مادة سكرية بتسمى بالندوة العسلية. بعد كده هنتكلم عن
القناة الهضمية الخلفية. القناة الهضمية الخلفية احنا قلنا هي عبارة عن اندماج داخلي من جدار الجسم الناحية من عند فتحة الشرج، معنى كده انها بتكون مبطنة من الداخل بالكوتيكل اللي بسميه الانتيما، ولكن الانتيما هنا او الكوتيكل هنا بيكون رقيق. ليه؟ لان بيحدث فيها امتصاص للماء، عشان يحدث فيها امتصاص للماء في هذه الايه المنطقة. بعد كده هو القناة الهضمية الخلفية عبارة او بتتكون من ايه؟ بتتكون من 3 حاجات. اول جزء عندي بسميه اللي هو الاليوم او الامعاء اللي هو قدامي دهيت، ده عبارة عن الجزء الخلفي في القناة الهضمية، ده عبارة عن الاليوم اللي هو القناة اول جزء من القناة الهضمية الخلفية، ثم القولون اللي قدام الكبير دهوت، ثم الركتم او الايه المستقيم الذي تنتشر بين اللي هو العلامات الحمراء ديت، هي عبارة عن علامات الايه المستقيم. يبقى اول جزء عندي الامعاء الدقيقة اللي احنا الاليوم دهيت، ادي الاليوم اهوت، ثم القولون اللي هو قدامي ده، ثم المستقيم وده بيفتح للخارج في فتحة الشرج. فبص الله هنا بيزداد الخلايا الطلائية بتاعته في بتتجمع على هي 6 صنايا طولية، 3 ظاهرين الناحية دي ومن الناحية التانية أو الناحية المقابلة في 3 تانيين، ودي بيسميها علامات المستقيم، بتعمل على امتصاص الماء من البراز الخارج عشان تحافظ على المحتوى المائي لداخل جسم الحشر. بالنسبة للتحورات القناة الهضمية الخلفية احنا ناخد تحورهم فيها. بالنسبة للحشر في خنافس الدستيكيدي، ودي خنافس بتعيش في الماء، فبص الاقي ان المستقيم بتاعها او الريكتم دهوت بيخرج من مقدمه من المقدمة بتاعت الريكتم زايدة بالشكل ده، بسماها جيب، فده عبارة عن ريكتال بوكت او جيب الايه المستقيم، ده عبارة عن ريكتم وده عبارة عن جيب المستقيم. التحور الثاني في حرية الرعاش. في حرية الرعاش ببص الاقي ده عبارة عن من الداخل حرية الرعاش الكبير ده بيعيش في الماء، الحرية بتاعته ببص الاقي المستقيم من الداخل بنسميه السلة الخيشومية، حيث ابص الاقي القصبات الهوائية بتنتشر تحت الجدار المستقيم من الداخل، وبيحصل تبادل الغازات في هذه المنطقة اللي هو اللي بتتنفس او بتحصل على الاكسجين بتاعها من الاكسجين الزائد في الماء، وبيتم تبادل الغازات داخل هذه السلة الخيشومية، وده الخط الازرق ده عبارة عن تيار الماء هو داخل وهو ايه خارج بهذا الشكل، حيث يتم تبادل الغازات مع تيار الماء دهوت. وده فيديو بيوريني ازاي بيتم هذا الكلام بالنسبة لحرية الرعاش. طبعا هنا واضح ده عندنا نهاية البطن بتاعت الحرية، وده عملية تنفس، وده فتحة الشرج مفتوحة عشان يمر تيار الماء بالشكل اللي قدامي دهوت، والعملية سبحان الله. بعد كده دوت هنتكلم عن الملحقات القناة الهضمية. احنا بالنسبة لملحقات القناة الهضمية احنا قلنا في البداية خالص في بداية المحاضرة قلنا الملحقات عبارة عن الأكياس أو الأنابيب العورية، وقلنا دي عبارة عن امتدادات من بداية القناة الهضمية الوسطى. الحاجة التانية عندنا بالنسبة للغدد اللعابية. الغدد اللعابية هي عبارة عن ايه؟ عبارة عن زوج من الغدد. ادي عندي هنا ادي غدة وادي الغدة، ولكن كل غدة هنا مقسمة الى فصوص بهذا الشكل. يبقى ان كل غدة عبارة عن عدد من الفصوص بتفتح فيه قنيات، وبتفتح اللون البني الفاتح دوت بيفتح فيه القنيات هنا قنيات صغيرة بتتجمع مع بعضها في قناة واحدة بتاعت الفصين دهمت، ثم بيصبوا في المخزن اللي على اليمين ده، ونفس القصة على الشمال المخزن بتاع الايه الغدة التانية، وده الاتنين بيفتحوا في قناة واحدة اللي هو الايه الضغط بتاع المخزن، وبعد كده الاتنين كلهم بيفتحوا في فتحة واحدة، ودي بتفتح في اللسان اللي هو الهايبوفيرنكس. ده بالنسبة للشكل العام للغدة او الغدد اللعابية. الغدد اللعابية كمان يا جماعة في العلاقات دوت الاز بنسميها غدد الحرير،
يعني الغدد اللعابية في دود الأزم بنسميها إيه؟ غدد الحرير. طيب بعد كده كمان بالنسبة تركيب الغدد اللعابية، هل في اختلافات باختلاف أنواع الحشرات؟ آه أبص ألاقي والله الغدد اللعابية إما تكون في صورة فصوص، شكلها فصوص كده زي الصورة اللي شفناها قبل كده أو شفناها دلوقتي، وهذه الفصوص إذا كان عددها كبير زي ما هو موجود في أورثوبترا، هنا الفصوص هيته ده المغزى اللي كنا شايفينه بالألوان دلوقتي، فده بيبقى في رتبة أورثوبترا. إذا كان عدد الفصوص قليل أو قليل فده بيكون في رتبة هيمبترا، في نصفية الأجنحة مثال ليه كما في رتبة هيمبترا. أو ما بتكونش فصوص، بتكون عبارة عن أنبوبية الشكل، وده زي ما هو موجود في رتبة ديبترا أو ذات الجناحين اللي هي مديلها لون الأحمر دهوت، ده عبارة عن السليفري جلاند اللي هي بتكون أنبوبية بهذا الشكل. أو إنها بتكون بتختلف بقى مش زوج واحد، لا ده في عندي زوجين، وده سبحان الله ده موجودة في شغالة نحل العسل، ألاقي في زوجين من الغدد، الزوج الأولاني في منطقة الرأس، الزوج الأولاني بتاع الرأس دوت بيفرز سائل متعادل بيستخدم في عجن الشمع زي ما هو قدام اهوت، ده في السليفري جلاند بتاع رقم واحد اللي هي في مؤخرة الرأس، والإفراز بتاعه بيستخدم وتستخدمه الشغالة في عجن الإيه؟ الشمع. الزوج التاني ده موجود في الصدر، والإفراز بتاعه بيستخدم في بناء الأقراص الشمعية. كمان احنا بالنسبة لنحل العسل ده احنا شفنا حاجات غريبة في نحل العسل خلال هذه المحاضرة، شفنا أولا بالنسبة للقناة الهضمية، القناة الهضمية بتبقى في اليرقات مقفولة وما بتفتحش غير لما الحشرة بالنسبة تصل إلى حشرة كاملة وبتتخلص من البراز لما تخرج في خارج الخلية. شفنا كمان بالنسبة للحويصلة، الحويصلة هنا سميناها المصنع بتاع العسل، شفنا القوناصة ازاي القوناصة بتتحور عشان بتستخلص حبوب اللقاح من الحويصلة وتمررها إلى القناة الهضمية الوسطى. كمان شفنا بالنسبة لي بنسميها الحويصلة القوناصة بتاعة نحل العسل بنسميها سدادة العسل. وكمان شفنا هنا كمان بالنسبة للغدد، في عندي زوجين من الغدد، زوج في نهاية الرأس وزوج في الصدر، وشفنا الاثنين وظيفتهم. طبعا انا ما يهمنيش الوظيفة، انا يهمني التركيب والانواع المختلفة من الغدد باختلاف انواع الحشرات. كمان في عندنا الغدد الفكية او المانديبولار جلاند اللي هي قدامي دهيت لونها ازرق، وده عبارة عن المانديبول او الفك العلوي. ده بالنسبة للغدد اللعابية، لكن هنتكلم بعد كده عن أنابيب ملبيجي أو الملبيجيان تيوبز. إحنا قلنا أنابيب ملبيجي موجودة عند اتصال القناة الهضمية الوسطى بالقناة الهضمية الخلفية، وعبارة عن أنابيب إحنا عارفين من زمان إن الوظيفة بتاعتها إخراجية، وده مش موضوعنا إحنا الكورس بتاعنا المورفولوجي، فلكن هي بتتكون من لو خدنا مقطع عرضي في أنبوبة من الأنابيب، هلاقي عندنا من الداخل للخارج أدي عندنا خلايا البشرة، ودي بتكون طبقة واحدة من الخلايا، وهنا خلايا مهدبة اللي هي البرش بوردر أو حافة مهدبة، وبعد كده وعندنا بالنسبة لي طبقة عضلات الغشاء القاعدة أولا، ثم الطبقة العضلية اللي وبعدين طبعا في الآخر كل نسيج عندنا البروتونال ايه الغشاء البروتوني او البروتونال ممبرين اللي هو الغلاف من الخارج. ده بالنسبه للمقطع في القناه الايه في انابيب ملبيجي. طيب انابيب ملبيجي بتعتبر من الصفات التقسيميه الهامه يا جماعه، لان بص الاقي بتختلف فيها وبتختلف فيها على حسب الايه العدد والشكل بتاعها، وهنشوف تحورات كتيره قوي، عشان كده بتعتبر صفة تقسيمية هامة أنابيب ملبيجي في الحشرات. فعندنا من حيث العدد، أبص هنقسم العدد إلى من زيرو لغاية أكتر من 100. والله إذا كانت زيرو ده موجود في الكولومبولا، يعني معنى كده إن الكولومبولا لا يوجد بها أنابيب ملبيجي.
او بيكون العدد 2 وده زي الحشرات الايه القشريه والسكيلين 6، او العدد يبقى 4 وده زي عندنا رتبه سيزونوبترا ورتبه نصفيه الاجنحه، او بيكون 6 زي لوبودوبترا، يبقى لوبودوبترا بلاقي الانابيب اللي بيجي فيها 6، او ان العدد بتاعها مش حازم بقى زي ما شفنا 0 2 4 6، بلاقي العدد بيتراوح من 30 ل 100 وده زي ارثوبترا، اكتر من 100 بقى زي رتبة ايه هيمنوبترا او غشائية الاجنحة. ده التحورات المختلفة في انابيب مالبيجي من حيث العدد. طب في تحورات تانية؟ في تحورات من حيث الايه الشكل بتاعها، اما انها تكون عبارة عن حلمات صغيرة وده في رتبة بروتورا، او انها بتكون انبوبية بسيطة زي ما موجود في الصرصور، ادي عبارة عن انبوبة بهذا الشكل، انبوبة بسيطة، او تكون عبارة عن تفرعات شجرية زي دود الشمع، بلاقي هنا التفرع الشجري والنهاية بتاعته مقفولة وده عبارة عن المستقيم يا جماعة، وبعد كده القناة الهضمية زي ما احنا عارفين، يبقى هنا انابيب مالبيجي التفرع بتاعها بيكون شجري بهذا الشكل زي دود الشمع، أو إنها تكون غير متماثلة زي ما هو موجود في ذوبة بتسمى ذوبة الشاطئ، أبص ألاقي ده عبارة عن الريكتم المستقيم، ده القناة الهضمية الخلفية ثم الإيه الميد جات أو القناة الهضمية الوسط. طيب أنا ما يهمنيش الكلام ده، يهمني إن عدم التماثل فين؟ ألاقي أنبوبة ملبيجة هيت إن الجزء ده متضخم بالشكل ده ثم الطرف بتاعها بيكون إيه طويل ورفيع بهذا الشكل، فإذا هنا مفيش تماثل لجزء متضخم وجزء آخر مستدق بهذا الشكل، ده من حيث الشكل بتاعها. طيب من في تحور تاني، من حيث اتصالها بالقناة الهضمية، أبص ألاقي كل قناة بتتصل بطريقة مختلفة، أو كل أنابيب مالبيجي بتتصل بطريقة مختلفة. إزاي؟ في الصرصور الأمريكي هنا مثلا ألاقي القناة اتصلت، كل قناة بتتصل بروحها كده بمفردها بالقناة الهضمية، وده عبارة عن الايه اتصال القناة التانية ودي التالتة، فإذا هنا في كل أنبوبة لها فتحة مستقلة مع القناة الهضمية كما في الصرصور الأمريكي في المنظر اللي فوق ده هوت، أو إن عندنا ألاقي أنبوبتين بيشتركوا الاتنين بفتحة واحدة مع القناة الهضمية زي ما واضح قدامي في حشرات لبودوبترا، أدي عندي قناة ودي القناة التانية الاتنين اشتركوا بفتحة واحدة بهذا الشكل، أو في أنبوبة في فتحة واحدة بالشكل ده زي لوبيدوبترا، أو كلهم بقى بيشتركوا في فتحة واحدة زي مين؟ زي عندنا كلب البحر أو الحفار، ألاقي كل بتشترك كل الأنابيب في فتحة مستقلة بالشكل اللي قدامي ده هو. فواضح هنا طبعا إن من حيث اتصالها بالقناة الهضمية كان في إما إنها تتصل كل واحدة لها فتحة مستقلة، أو يشترك أكتر من واحدة، أو كلهم يشتركوا بيه فتحة واحدة في مع القناة الهضمية. كمان عندنا التحور الموجود في أنابيب مالبيجي من حيث النهاية الطرفية، إما النهاية تكون سابحة وسائبة زي الصرصور الأمريكي، أبص ألاقي، أو إن هي بتلتصق نهايات الأنابيب كلها بجدار المستقيم، وده بيسمى هذا النظام التصاق أطراف الأنابيب أو نهايتها بجدار المستقيم بالإيه كريبتو نفريك سيستم، وده بيساعد على ان هو يمتص الايه الماء عن النظام السائب دوت، فهنا التصاق الاطراف الانابيب مالبيجي بنهايه المستقيم بالمستقيم بهذا الشكل بيبقى انسجه ضمه وتلتصق عشان يتم امتصاص كل المحتويات بتاعت او امتصاص الماء قبل ما يخرج، وده عباره عندنا ده صورة أحسن توضيحا في حشرة من حشرات لبودوبترا، ألاقي اللي عندنا ده عبارة عن الركتم المستقيم، وعندنا ده أنابيب مالبيجي هيت اللي قدامنا الثنائيات الكتيرة ده هيت، شوف ازاي قد ايه ملتصقة بجدار المستقيم بهذا الشكل، ده من حيث انها سابحة او ان هي النهاية بتاعتها تلتصق بجدار يعني هنا حرة هنا بتكون ملتصقة بجدار المستقيم. كمان عندنا من حيث أصل التكوين بتاعها، هل هي أصلا التكوين بتاعها تكونت أثناء النمو الجنيني وخرجت كده بعد عملية الفأس،
ولا تكونت تاني بعد انه يعني اللي هو البوست امبريونيك ديفلوبمنت وتكون لها حاجه تانيه اللي هي كونت اثناء نمو الجنين. يا جماعه بسميها البرايمري مالبيجيان تيوب اللي هي انابيب مالبيجي الاوليه. بينما بعد النمو الجنيني بيحدث نمو وتقدم وتكوين بنسميها انابيب ثانويه او السكندري كما في الشكل اللي قدامي ده. هو ادي عندنا دي القناه الهضميه ودي انابيب مالبيجي. الجزء المتضخم دوت عباره عن حدث وتكون بعد عمليه النمو الجنيني او البوست في فتره البوست امبريونيك ديفلوبمنت. ده عباره عن المراجع التي تم الاستعانه بها في تجهيز هذا العمل. وشكرا جزيلا والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.